نبدأ الجولة من السودان ونقرأ تفاصيل اقتحام الشرطة لعبارة الذهب. كشفت مصادر مطلعة للسوداني عن العثور على عملات أجنبية دولار وريال سعودي ومبلغ 20 مليون دولار وبعض المضبوطات تضم بندقية وسكاكين وأسلحة بيضاء داخل خزن بعمارة الذهب حسب إجراءات الفحص الأولية. وأكدت المصادر توفر معلومات من الأمن الاقتصادي تفيد بأن مجموعة من التجار تعتزم رفع الدولار إلى 300 جنيه خلال الأسبوع القادم بجانب وجود عملات أجنبية مزورة ومهربة عن طريق البطانة. كشفت المصادر عن القبض على 8 من كبار التجار وإيداعهم حراسة الشرطة الأمنية. يعني تابعنا بالأمس هذا الخبر وهذه العملية الضبطية، ولكن كيف تقرأ خطوة المداهمة لعمارة الذهب؟ بتأتي بعد مدة طويلة من فوضى ضاربة بأطنابها في مسألة تجارة العملة. أصبح على بعد خطوات من القصر الجمهوري ترى الباعة يحملون المبالغ السودانية ويهتفون دولار ريال. المسألة دي تكررت بصورة كبيرة وتوسعت، لكن الجديد في الأمر أنه الضبطية نفسها كان بحضور مدير عام الشرطة، ودي أفتكر لأول مرة أنه مدير عام الشرطة ينزل إلى الميدان مع الجنود وينفذ الضبطية حضور النيابة. كانت عملية كبيرة. في نفس الوقت المعلومة المهمة بتاعت أنه بعض التجار يشرعوا في رفع السعر إلى 300 جنيه دي معلومة حقه نتوقف عندها. شنو فائدة التجار من أنه يرفعوا السعر ده؟ هل في جهة منظمة وراهم؟ هل المسألة دي اعتباطا ولا أظن اعتباطا؟ يعني من ذات النقطة، من أين للتجار يعني بهذه الخطة حتى الوصول إلى هذا الرقم الكبير 300 جنيه سوداني؟ يبدو أنه في تدخلات خارجية على حسب تحليلي، لأنه الأرقام اللي بيضربوا فيها ليست السعر الحقيقي للجنيه السوداني. السعر الحقيقي اتكلمت عنه وزيرة المالية في عدة محاور، بالتالي الشروع في رفعها. لكن برضو في خطوة أنا بفتكر حكومية برضو هي تنتقد غير مشروع الشروع التجار في رفع العملة، إنه بيطلبوا من تجار الذهب مصدرين الذهب إنه يدفعوا قيمة الذهب بالدولار في السودان قبل تصديره إلى دبي، بالتالي بيدخلوا السوق كمشترين ويودعوا المبالغ دي. الكمية بتاعت الدولار في السوق ما هي محكومة بعدد محدد من الناس، لما يدخلوا داخلين جدد عليها عشان يشتروا ويودعوا بيحصل رفع للسعر، ودي هي القرار أو السياسة المفروض يجب تعديلها. طيب يعني ما يحدث في السوق الموازية هل هو عمل مخطط كامل الخطة؟ دون شك الخطة الشغالة إنه رفع أسعار الدولار. يتحدث رئيس الوزراء عن الناس بيشتروا ذهب بأكثر من 10% من سعره في البورصة دبي. طيب شنو اللي حيكسبه التاجر عشان يشتري بأعلى من 10% من السعر؟ ما هي دي بورصة محددة بتقول رقم. أنت لما تشتري بأكثر من 10% أنت قاصد تعمل شنو؟ قاصد ترفع سعر الدولار، قاصد ترفع سعر الذهب. يتحولت الذهب من سلعة إلى مضاربة، وأصبح فيه مضاربة، فبالتالي المسألة دي مخطط واضح. من هذا التخطيط يعني؟ من الذي لديه مصلحة في أنه يحدث تخريب اقتصادي؟ من؟ بالتأكيد النظام السابق شارع تماما في المسألة دي. بالتالي لما نتحدث الخبر عن 8 من كبار التجار بتاعين العملات بتتوقف فيها أنه منو التخطيط منو الترتيب. غير نظام السابق في مجموعات شغالة في تجارة العملة، مجموعات قبلية أو سكانية محدودة بتدخل سوق الخرطوم الصباح وتشتري وترفع وبتخزن. أنا بفتكر بدل عمارة الذهب يمشوا مع المناطق السكانية بتاعت التجار المعروفة دي بس. زي وين يعني تقصد؟ معروفة بالنسبة للشرطة والمباحث، خلينا نحن ما حنكشفها في التلفزيون عشان نضرب الخطط بتاعت الشرطة مؤقت. طيب يعني ألا تعتقد أن شماعة النظام البائد تحليل سطحي أحيانا؟ يعني كثيرين يتحدثون عن هذه النقطة، يعني النظام البائد شماعة مضت. أبدا السطحي الذي يظن أن النظام البائد انتهى.
نحن السودان بيشهد عدد من المشاهد المؤسفة، سواء في كسل سواء في بورسودان. لما تتكلم في بورسودان عن أنه وجدت أسلحة ووجدت أزياء عسكرية، هذه معلومة وليس تحليل سطحي. تحليل السطحي الذي يلغي بالنظام البائد تماما. جرائم على مدى 30 سنة ما زلنا ندفع ثمنها. كيف يصبح تحليلا بائد ونحن للآن مع الولايات المتحدة الأمريكية بنحاول نعالج مسألة حاجة في مدمرة موجودة في كول في خليج عدن لا علاقة للشعب السوداني بها، لكن إجرام النظام البائد ومحاولاته للعودة بالشباك بعد أن خرج من الباب ليست بتحليل سطحي. طيب الإجراءات الأمنية يعني كافية لمحاصرة انفلات الأسعار؟ كلا. ما الذي نحتاجه أكثر من ذلك؟ سياسات مفروض أنه الذهب تتغير السياسة، زي ما تكلمنا في مسألة البيع بتاعه والدفع المقدم، تتحول السياسة إلى دفع آجل خلال 48 ساعة. دي بفتكر واحدة من القرارات المهمة جدا. المحفظة عملت الآن من 25 بنك واتحاد الشركات التأمين، والعطاء الأعلن عن توفير المحروقات لمدة 6 شهور مهم جدا جدا، بيوري أنه دي معالجات بتتم. طيب من خلال هذا الخبر وما ذكر فيه نلاحظ يعني ذكر الأمن الاقتصادي، يعني وتحدث عن تجار يخططون ومعلومات لديه أن الدولار سيرتفع إلى 300 جنيه، كيف تقرأ هذه التحركات من الأمن الاقتصادي فيما يخص هذه القضية؟ دي تحركات طبيعية، طبيعة عمله ومهامه اللي بيختص بها عن الأمن الاقتصادي، متابعة المعلومات، الاتصالات الهاتفية، الرسائل، الحسابات البنكية كمان، دي كلها يجب أن تتابع. في مافيا واضحة وفي خيوط بتاعة عصابات حتظهر بوضوح وسيعلن عنها لاحقا. أنا بشوف أنه ده دوره المهم ومفروض دوره يتوسع ويكبر. ألا تعتقد بأنه تأخر كثيرا يعني قبل الوصول إلى 100 جنيه أو 120 جنيه للدولار؟ يعني برضو الحلول الأمنية ليست هي الحل. الحلول الأمنية تظل جزء، ولكن هذا دوره. هذا دوره، لكن مجرد تأخيره هو ما بكون هو السبب فقط، بالعكس إنه مفروض السياسات تشتغل بصورة أكبر.